في 17 من يونيو عام 2014 قرر مجلس السلم والأمن الإفريقي في اجتماع الاستثنائي برئاسة أوغندا إلغاء تجميد عضوية مصر بعد دراسة التقرير الذي قدمته لجنة حكماء إفريقيا برئاسة ألف عمر كوناري حول أوضاع مصر في أعقاب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. في 5 من أغسطس أعطى الرئيس السيسي إشارة البدء لمشروع حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلومتر، وذلك لتحويل المنطقة إلى أكبر المراكز الاقتصادية والصناعية الكبرى في العالم. في 9 من أغسطس أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما نهائيا وباتا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان. ربما منذ قال السادات ان 99% من اوراق اللعبه في يد امريكا ابان فتره كام ديفيد وحتى يعني منتصف 2014، ربما كان المصريون يظنون ان هناك حالات التبعيه يعني العمياء وراء الاراده الامريكيه. 2014 شهد يا استاذ مصطفى توجه مصر الى روسيا، توجهها الى الصين. هل تعتد بذلك خروجا من عباءه الامريكان ام ان في مبالغة في الأمر يعني؟ لا، أنا أعتقد طبعا أنه السياسة التي ارتكز عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ البداية الحقيقة هي سياسة التوازن في علاقات مصر الخارجية مع القوى المؤثرة دوليا وتحديدا روسيا والصين واليابان من جانب والولايات المتحدة والغرب من جانب آخر. وأعتقد أن الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى موسكو وهو سيقوم بزيارة قريبة أيضا أظن أنه قد حقق فيها مكاسب سياسية. أعتقد اللي جاي هو بوتين صحيح؟ أو رئيس بوتين. يعني أعتقد أن في لقاء مشترك حقق فيها مكاسب عسكرية وسياسية عديدة أثارت انزعاج الأمريكان، وربما لهذا السبب سعى أوباما إلى أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الوقت، وسعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تراجع سياستها باتجاه مصر في الفترة الماضية، وكان ذلك بناء على نصيحة من وزير الدفاع الأمريكي. ولكن في كل الأحوال أتصور أن حديث السيسي دائما عن تقديره لسياسة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان ينطلق أيضا من وعي بأن السياسة الخارجية المصرية كانت في عهد عبد الناصر ترتكز إلى الحياد الإيجابي وعدم الانحياز. مصلحة مصر الوطنية هي الأساس، ومن ثم فإن أي قوة تساعد مصر ستكون هناك علاقة مفتوحة معها، وزي ما قال إحنا مش هننسى للي اساء لينا ومش هننسى للي ساعدنا. كذلك ربما شهد 2014 حاله من حالات عدم الوفاق، من حالات التوتر بين القاهره وانقره والدوحه والقاهره والدوحه. وان كان البعض يامل ان يعني مع نهايات العام تكون حلت فكره الخلاف مع الدوحه. يعني في كل الاحوال اعتقد ان كل له اسبابه. تركيا لها اسبابها متعلقه بمطامع في الإقليم، دولة سنية، ولاية الموصل، مواجهة الأكراد، المنطقة العازلة بينها وبين سوريا، وأيضا حلم الخلافة في المنطقة العربية. وحزب العدالة والتنمية هو يسمي نفسه حزب العثمانية، عودة إلى زمن الخلافة العثمانية. ولكن في كل الأحوال نحن نعرف أن هذا الحزب هو جزء من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، ومن ثم كان دايما مفهوم تركيا للعلاقة مع مصر على أنها إمارة ستسقط إن آجلا أو عاجلا لتلحق بإمارات أخرى ظنت تركيا أنها ستسقط وتعيد إليها حلم الخلافة ولو تحت الراية الإخوانية. ولكن في كل الأحوال نحن نعرف تماما أن الموقف التركي من مصر في الآونة الأخيرة مرتبط بمشروع الشرق الأوسط الجديد. نفس الحال بالنسبة لقطر أيضا. قطر موقفها لم يكن وليد موضوع السيسي أو وصول رئيس السيسي، ولكن من بعد ثورة يناير وهي تحاول أن توظف الثورة عبر إعادة إنتاج الصورة وإعادة قراءة الأحداث كما حدث في سوريا وليبيا وتونس لتشيح حالة من الفوضى في مصر. كان لذلك المخطط معروفا، ولذلك كان المصريون على عداء مع الجزيرة خصوصا بعد أن كشفت أهدافها فيما بعد ذلك. مرت العلاقة ما بين قطر وبين مصر بحالة من التوتر الشديد، لأن قطر وثبت لدى مصر أنه تمويل للإخوان، دعم وتحريض على القتل، ارتكاب أعمال عنف في
كانت تتم بمساعدة قطرية. الآن الحديث عن مصالحة قطرية كما قال الرئيس وقت سابق لأوانه لسبب بسيط، لأنه كل اللي تم أنك أغلقت الجزيرة مباشرة وأبقيت الجزيرة، ثم أنك أبقيت أبواقا متعددة في تركيا وفي لندن وفي غيرها بتمويل قطري، ثم أن كافة البنود التي نص عليها اتفاق الرياض في 23 نوفمبر من عام 2013 لم يتم تنفيذه، لما يتعلق بالإخوان ولا تمويل الإخوان ولا التحريض ولا غير ذلك لم يتم، وكأنهم أرادوا أن يقولوا لنا كفاية عليكم نحن أغلقنا الجزيرة مباشر من الدوحة لنعيد يعني بثها من مصر مرة أخرى، وهذا أمر غير مقبول حقيقة بأي حال من الأحوال. طيب بس يقال، بس في هذه النقطة يقال أن بقية الأمور غير إغلاق الجزيرة مباشر مصر أمور يعني يصعب كثيرا التأكد من صحتها، يعني عندما أقول أن والله الدوحة طرع إعلاما معاديا لمصر يخرج من إسطنبول، مثل هذا الكلام يصعب التأكد منه، يصعب إثباته. أنا أقول لك أنه منبر العرب الجديد وقناة العرب الجديد وصحافة العرب الجديد، الكلام اللي بيتم في لندن يتم الإعداد وبعضها رأى النور، كل ذلك يتم بشرف عزم وبشارة معروف مين اللي فيه هناك، نفس الأولاد اللي كانت محتضرهم قطر، وائل قنديل وغيره وغيره، هم نفسهم نفس المجموعة التي احتضنتها قطر ودعم هذا المشروع بشكل علني ومعروف. فأنت صنعت بديل الجزيرة، وفي نفس الوقت الإجراءات العملية فيما يتعلق بالإخوان وتمويلهم ووجود المحرضين في قطر وتسليم المطلوبين لم يتم شيئا. طيب كذلك يا أستاذ مصطفى، شهد 2014 خبرا مزعجا يتعلق ب يعني بعلاقة المواطن بمؤسسته العسكرية، حدث ما يعرف بالتسريبات، والتسريبات حتى أنا شخصيا ما أعرفش يعني إلى أين وصل الأمر، احنا تابعنا ان طلع فيديوهات نسبت الى قيادات بالقوات المسلحه، وفي بيان مصري وقال القوات المسلحه والله قال ده ملفق، البيان ملفق، وكذلك النائب العام امر بالتحقيق ومنع حضر النشر تقريبا او اذاعه مثل هذه البيانات، هل لديك تعقيب؟ يعني دعني اقول اولا ان القضيه هي رهن التحقيقات في القضاء العسكري بعد ان احالها النائب العام الى القضاء العسكري، باعتبار أن ما هو منسوب لشخصيات عسكرية، ومن ثم النيابة العسكرية هي المعنية بالتحقيق في هذا الأمر. الأمر الثاني، أنا لا أريد لا أكذب ولا أصدق هذه لأنها موضع تحقيق الآن، وستقول لنا النيابة العسكرية أو القضاء العسكري حقيقة ما جرى وبالدلائل والقرائن. لكن أسأل سؤال، هل يعقل أن مسؤولا كبيرا في مؤسسة عسكرية يقول والله عشان احنا عاوزين نزور، يعني حتى الكلمة ضميريا صعبة غير مقبولة، ممكن يقول والله طيب عشان نستف الورق عشان نعمل مش عارف ايه بتاع، يعني كلمة كهذه ربما يعني تدحض كل ما هو مقدم. ولكن في كل الأحوال علينا أن ندرك أن المؤسسة العسكرية مستهدفة ومستهدف تشويهها، كما أن كل ما يقال ويذاع هو في نهاية الأمر، يعني عندما تحدثني عن محمد مرسي بأنه موجود في قاعدة بحرين، هذا أمر طبيعي بغض النظر في تسريباته فيش، يعني كان يجب على أي مسؤول عسكري أن يخرج ويقول لقد وضعنا محمد مرسي في قاعدة بحرية لحمايته، لأننا كما رأينا هجوما قد تم على الحرس الجمهوري بقصد إخراجه فإحنا بنحميه وبندافع عنه. اثنين، كان في أمر يعطي للقوات المسلحة حق الضبطية القضائية في ديسمبر 2012 ثم في يناير 2013 عندما مد هذا الحق لحين انتهاء الانتخابات التشريعية، والانتخابات التشريعية منذ هذا الوقت لم تبدأ، ومن ثم فحق الضباط العسكريين والأفراد والمساعدين أن يلقوا القبض وأن تكون عليهم ذات الإجراءات القانونية التي تعطي لضابط الشرطة الحق في القبض على الجاني وتسليمه للعدالة. طيب ما نحن فيه الآن وما تعيشه مصر حاليا هو نتاج ثورة يناير. ثورة يناير قامت في الأساس على نظام مبارك. في 2014 حكم بالبراءة أو برئ مبارك قضائيا في المحاكم المصرية.
بس ما عندي حتى ما عندي لا فارق كبير، فارق كبير بين أن يحاكم مبارك على قضية جنائية متعلقة بقتل المتظاهرين ثم تقدم الدلائل والشهادات كاملة التي تثبت أنه لم يتورط في إصدار تعليمات محددة في قتل المتظاهرين، ثم تستبعده النيابة العامة، يعني براءة مبارك أمام القضاء هي تحصيل حاصل، ثم أن النقد الذي تم على الحكم السابق للمستشار أحمد رفعت كان بسبب أنه أصدر حكما على مبارك بينما النيابة العامة لم تقدم مبارك للمحاكمة في هذه القضية. ليس معنى ذلك براءة نظام مبارك من الفساد والاستبداد. فرق كبير جدا بين أنه طلع براءة في قضية زي كده وبين لو أنت حكمته على الفساد السياسي هيبقى شكله إزاي. هل لديك تفسير يا أستاذ مصطفى أن حتى الآن لم يتم التحقيق معه مثلا في قضايا، مش اتهام، التحقيق معه مثلا في قضايا اتهام بالفساد السياسي؟ يعني أنا أسأل سؤال، نظام الإخوان حكم لمدة عام، لماذا لم يقدم مبارك بهذه الدعوة؟ لماذا؟ سؤال مطروح. ده عمل نيابة ثورة وعمل تحقيقات وعمل كذا وعمل والنائب عام لماذا اختار لم يقدم؟ لماذا لم يقدم؟ صحيح. أنا ما عنديش إجابة. إحنا مرينا بأربع سنوات كان يتوقف فيها فتح ملف المحاكمات السياسية لكن لم يتم، وأنت الآن أمام دستور جديد. إذا كان الأمر متعلق بأنك عايز تحاكم فلان سياسي أو تحاكمه كذا، أنت الآن أمامك برلمان، يستطيع البرلمان أن يتخذ قرارا بهذا الأمر أو قد لا يتخذ، دي مسألة منتهية. إنما ليس معنى أن حصول مبارك على البراءة معناها براءة عصر مبارك، لا. بعد الفاصل، المواطن المصري إلى أي مدى شهد تغيرا في حياته ومتطلباته اليومية في 2014؟ المواطن المصري كيف هو حاله بعد ثورتين وبعد خلع نظامين وبعد محاكمة رئيسين؟ بعد الفاصل.